خبر اليوم كنقدمه لكم من قناتكم شوف تي في، اهلا بكم. ارجأت هيئة الحكم في شخص رئيسها محمد الحياة اليوم الثلاثاء 3 جنبر 2019 النظر في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حميدين الى يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020. وبحسب محمد الهيني عضو دفاع الطرف المدني، فالتأجيل جاء بناء على ملتمس رفع دفاع ايت الجيد بطلب من النقيب لهيئة الحكم بتأخير الملف لحين تعيين منسق هيئة الدفاع الشهيد بعد وفاة المحامي الشهير جواد التويمي بن جلون. يشار أن القيادي بحزب العدالة والتنمية حامد الدين يتابع لأجل جنايات المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب القاعدي بن عيسى ايت الجيد سنة 1993. انتبهوا. حضرنا هذا الصباح لاستكمال أطوار محاكمة، لكن الهيئة برئاسة الأستاذ الحياة عملت على تأخير هذه القضية إلى يوم 11/2 استنادا إلى طلب سيد نقيب هيئة المحامين بفاس من أجل تعيين مصف للفقيد الأستاذ جواد بن جلون رحمه الله. هذا الزميل لابد وأن مجلس إيه برئاسة الأستاذ نقيب عبد الرحيم عبابو أن يعين محاميا من أجل تصفية لشؤون مكتبه، والهيئة استجابت إلى هذا الطلب، وهكذا تقرر تأخير القضية إلى يوم 11/2 من أجل استئناف المناقشة والمحاكمة، ونحن نعيش أطوار نهائية لهذه المحاكمة. سبب التأجيل هو طبيعي وعادي جدا، فقدنا هرما من أهرام مهنة المحاماة الأستاذ المرحوم جواد بن جلون التويمي، المحامي الكفء والقدير والمخضرم والقيدوم وإحدى فطاحل المهنة. أستاذ جواد رزئت هيئة الدفاع به. أستاذ جواد لم يكن فقط محاميا، أستاذ جواد كان مناضلا بكل ما تحمل كلمة النضال من معنى، كان يحمل معاني القيم والإنسانية. أنتم تجرون معي الآن حوار، ولعلمكم هذا المكان الذي كان يحب جواد أن يعطي فيه الكلمة الصحفة هذا المكان، وتناولت الكلمة معكم فيه عن قصد. جواد كان فريدا، جواد كان متواصلا مع الصحافة وكان يحب الصحفيين. جواد كان أمينا، كان وسيما، كان رجل مفعم بالحماس، كان كالطفل. جواد لا يمكن أن يصدر عنه عيب حق زملائه حتى في الملف، وكتكون سخونة الملف جواد دائما أنيقا في مرافعاته. جواد أنا شخصيا والزملاء ديالنا قبل وفاته كنا نتكلم، عقدنا عدة اجتماعات على هذه الجلسة، وكأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى والقدر سيختطفه منا، كان يعلم ذلك، وكان يتكلم على هذا الملف بحماسة وبحرقة وبألم. الشهيد فقد حق في الحياة، لا يجب أن نقصر في الدفاع، وكان يساريا وكان مؤمنا بقيم الديمقراطية وحق الإنسان وبحق في الحياة وعدم الإفلاس من العقاب. جواد كان هذا الملف يسكنه، جواد يبيت الليلة والصباح ويتكلم عن هذا الملف. يقول لنا جواد حينما يكون هذا الملف أغلق المكتب، لا حديث اليوم إلا عن قضية الشهيد. اليوم أصبح لدينا ملفين، ملف الشهيد وملف جواد بن جلون. نقول لجواد بن جلون نم في قبرك مرتاح البال، لقد تركت أسودا وأشاوس سيدافعون بحماس أكثر، وسيضيفون إلى قوتهم وحماسهم قوة حماس جواد. جواد أوصانا بالقضية، وسنكون أوفياء للقضية، سندافع باستماتة ولن نخون العهد، وسنبقى مدافعين على المبادئ اللي نضع عليها الشهيد ومتول العليا، الديمقراطية، حق الإنسان، حق في الحياة، عدم وعمونا هذا الإفلاس من العقاب في هذا الملف.
المحكمة أخرت الملف لجلسة 11 فبراير 2019 بطلب السيد النقيب المحترم بهيئة فاس لتعيين مصفي للمكتب، لأن القاعدة أنه حينما يتوفى محامي يتم تعيين مصفي لسير الملفات وباش يتعين واحد المحامي زميل ديالنا اللي يمكن له يواصل معنا مشوار الدفاع في هذه القضية الطويلة. والله أقول لكم أصدقكم القول، بمجرد ما نطق القاضي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نفتح الجلسة بكيت. رأي التفتت إلى المكان الذي كان يجلس، كان دائما المرحوم يجلي يقف ويجلس بجانبي، التفتت إليه وقلت وداعا يا جواد، إن كنا قد استودعناك وودعناك في المقبرة وبيتك فإننا اليوم نودعك في بيتك الثاني، البيت الذي كان يحبه وكان يخلص. جواد أول المحامي الذين كان يصلون إلى القاعة، جواد كان منسقنا، وكتعرفوا عملية التنسيق كانت صعبة، فقدنا جواد، إن لله وإني لراجعون. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.